دوز اخوياك من فرشوا لك العرض في الوقت. ها؟ تبعتيهم بالحامض تحمد سيف بعضي. سير سير عيك تي غتخرجوا. لسان. وميلو انت اش تبعتي كتقول انت السلام. أما السوق السوق قديم مرحبا بكم مشاهدينا ومتابعين في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الجديدة. كما كتشوفوا كتبعتوا معنا الفريز داير 400 ريال الكيلو. كاين الفريز اللي الجودة ديالو ما بيهاش، كاين الفريز اللي الجودة ديالو كتستحق الثمن هذا. شنو الرأي ديالكم في هذا الفريز هذا؟ واش ميلو جودة عالية وزوين تبارك الله، والثمن مناسب، ولكن بالنسبة لبعض المواطنين اللي لاقين مشكل في الأثمنة ديال الفواكه والخضر خاص يتحل هذا المشكل عما قريب باش كاع يجيونا الأثمنة متراضيين. يعني كيما شفتو خويا بغيت نخدم هنا القنيطري عبد الله. خويا راسل راسلنا عبر صفحة شوف تيفي وما غادي يردوا عليك ان شاء الله، وغادي يقولوا لك شنو غادير. كما كتشوفوا الفريز جودة ديالو كاين الفريز اللي الجوده ديالو ما بيهاش، كاين الفريز اللي الجوده عاليه على زيد الماء كما كنقولوا زيد المذاق زيد الماء زيد الدقيق ملفين. شنو قلتي صابرينا هاد الماركة اللي سميتها صابرينا جي خذوا الفريز بالنسبة للناس ديال المدينة الجديدة اللي بغاو الفريز يجيو لالا زهرة مرحبا بهم من 20 درهم حتى 360 للكيلو. يعني كما كتشوفوا تبعتوا معنا تبارك الله الجودة ديال الفريز. السيدة يا صحاب فراولة صحاب فراولة السيدة يا عندنا المليحة والثمن طيحة وليدي السيدة عطيهم ماطي الشاور بيض ونوط نايد عود عمي ها ماطي الشاور بيض ونوط نايد دينا المعروفة بفراولة مولاي بسلهام بطبيعة الحال.
شوفوا تبعوا معنا عبر اللايف يشوف ديفي لقى معكم بتوبة الآخر في أمن الله. إلى اللقاء.